شبكة المعالي الإسلامية تقدم هذه نعمة وهذا نعمة وهذه أيضا نعمة وهذا نعمة وأيضا هاتان نعمة وهذا الثوب نعمة. نرى يميننا يسارنا من أعلى منا من أسفل من كل الجهات أنت في نعم يحيطك بها المنعم سبحانه وتعالى. تعالى لنشكر هذه النعم كيف يكون. إن الله عز وجل قال في محكم التنزيل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ماذا قال الإمام مجاهد يفسر هذه النعمة؟ قال: هي نعمة لا إله إلا الله. فأول ما نشكر من النعم نعمة التوحيد والإسلام. كيف أشكرها؟ أولا بقلب شكور. إننا بحاجة ماسة جدا أن نشكر بقلوبنا، ومعنى هذا الشكر أننا نعبد الله حقا بتلك القلوب. لا يعبد الله حقا من امتلأ قلبه حسدا أو حقدا أو كبرا أو رياء أو شركا. كيف يكون شاكرا لله عز وجل بقلبه وقلبه قد امتلأ بما نهاه الله عز وجل عنه؟ إذن كيف أشكر؟ بصفاء هذا القلب. القلب هذا لا يكون فيه شرك، لا يكون فيه رياء، لا يكون فيه عجب، لا يكون فيه حسد، لا يكون فيه حقد. هذه كلها نصفيها إن أردنا أن نشكر الله بقلوبنا. نريد أن نشكره بألسنتنا، كيف يكون؟ والله ما أنسى أبدا جدتي رحمها الله رحمة واسعة، وكثير من كبار السن أيضا كذلك، لا تذهب يمنة ولا يسرى، لا تقوم لا تقعد، لا يشربون، لا، كلهم كذلك، إلا وهم يقولون ماذا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله. كلما تحركوا حركة شكروا أو حمدوا الله، كلما حصل شيء قاموا فحمدوا الله. حتى إذا أرادت أن تربي صغيرها حينما يتكلمون بحمد وشكر لله عز وجل. هذا الذي ينبغي لنا أن نرطب ألسنتنا بشكر الله في كل أحوالنا، أن نشكره بأسماعنا بأبصارنا في كل أحوالنا. هذا شكر أخي، أن نحفظ هذه الأسماع هذه الأبصار هذه الجوارح من عدم المعصية، هذا بنفسه شكر، كل ذلك شكر. ومن أعظم الشكر الذي ينساه كثير من الناس أن تظهر نعمة الله عز وجل علينا، أن تظهر هذه النعم. بعض الناس يرزقه الله سبحانه وتعالى نعمة ثم ترى في حاله وحال أولاده كأنهم فقراء أو مساكين. لما أخي؟ إن الله يحب من أحدكم أن تظهر نعمه عليه. إذا أنعم الرب عليك فأظهر هذه النعم، أظهرها في مسكنك، أظهرها في ملبسك، أظهرها حتى في مركبك، من غير خيلاء ومن غير إسراف، ولكن احمد الله عز وجل بها واحمد الله عليها. كل ذلك إذا فعلناه وشكرنا ربنا سبحانه وتعالى في كل ما آتانا كنا بإذن الله من الشاكرين. وقد قال الإمام مطرف ابن عبد الله: لئن أكون منعما علي فأشكر أحب إلي من أن أكون مبتلى فأصبر. الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. هكذا كان